الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، بداية نرحب بفضيلة المفكر الإسلامي الدكتور سعيد فوده في هذه السلسلة من الحوارات العقدية الفلسفية الفكرية. لنقف بعد هذه الحوارات إلى الحق في كثير من المسائل. في الحلقة الماضية وقفنا عند مميزات أهل السنة والجماعة، وقلنا بأن الإمام بأن القاضي عبد الجبار المعتزلي ذكر عند شرحه للأصول الخمسة أن هذه الأصول من قال بها هو معتزلي أو منهم، ومن خالف هذه الأصول هو خارج هذه الدائرة. نعم. السؤال مرة أخرى، هل يوجد لأهل السنة أصول عامة تجمع جميع أهل السنة، أم أن الأمر ليس بهذه الصورة؟ كنت قد أشرت سابقا أن أهل السنة لم يكونوا بحاجة في العصور المتقدمة إلى لأن يتميزوا عن غيرهم كما تميز غيرهم عنهم. نعم. بعد أصول معينة، لكن هذا لا يعني أن منهج أهل السنة وطريقة أهل السنة، مدرسة أهل السنة، ليس لها ضوابط ولا مباحث. نعم. ولا أحكام، بل عندهم ما يميزهم في الحقيقة، وبما تميزوا به في الذي كان مستكنا يعني في حقيقة. نعم. الأمر هو الذي يعني أصلا خالفه غيرهم من الفرق الإسلامية. يعني عندما نتكلم على أهل السنة مثلا في باب العدل والتوحيد أو العدل. نعم. المعتزلة أوجبوا على الله سبحانه وتعالى بعض الأمور، وقالوا إن هذا مما يجب بذاته على الله سبحانه وتعالى وليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه. أهل السنة هذا مثلا قول خالفوه وفارقوا وافترقوا عن المعتزلة في هذه المسألة، وقالوا لا، هناك قاطبة أهل السنة والجماعة لم يقولوا بأن هناك شيئا واجبا على الله سبحانه وتعالى. يؤكد هذا الكلام يعني قول الإمام اللقاني برهان الدين اللقاني رحمه الله المالكي لما قال في منظومته، قال وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب. نعم. نعم، هذا تطبيق مباشر على المعنى، على القاعدة التي كنت أريد أن أصل إليها، وهي أن الأصل أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. هذا من مميزات أهل السنة والجماعة. لا يوجد أحد على ظهر الإسلام على ظهر الأرض من المنتسبين لأهل السنة والجماعة غير المنتسبين لغير أهل السنة والجماعة قال إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه شيء من دون إيجاب منه جل شأنه على نفسه، يعني من دون أن يعد. نعم. بهذا. هذا تطبيق مباشر، لكن لو شئت نستطيع أن نبدأ بالمسألة من أصولها. أنا أريد أن أطرح المسألة بطريقة أخرى. هناك أمران مستويان لابد من التمييز بينهما. المستوى الأول هو ما يطلق عليه العلماء الضروري في الدين، الضروري من الدين الذي علم أنه من الدين بالضرورة، مثل قولنا إن الله سبحانه وتعالى موجود، مثل قولنا إن الله سبحانه وتعالى متعين في نفسه وليس ساريا في الموجودات، مثل إن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم، متصف بالقدرة، إلى آخره من الصفات، بغض النظر عن تفاصيل كثيرة ممكن أن يخاض فيها في هذه المسائل، مثل القول بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن شريعته مثلا خوطب بها جميع البشر على الإطلاق، من سبقه ومن تلاه، من عاش معه ومن تلاه في الزمان. مثل هذه المقدمة، مثل القول بالبعث مثلا، هذه من ضروريات الدين. هذه المسائل على قلة عددها خطيرة جدا جدا، وهي المسائل التي نرى أن القرآن يكررها من أول آية إلى آخر آية. الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالشريعة، اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. لاحظ، هذه يمكن أن تسمى ضروريات الدين وليست ضروريات يتميز بها مذهب عن غيره. يعني لا يحق لأحد من المنتسبين للإسلام أن يقول إن ما يميزني عن غيري من المنتسبين للإسلام هو أنني أقول إن الله سبحانه وتعالى موجود. هذا ليس بميزة، هذا أصل شرط لدخولك في الإسلام، فهذا يقال عليه من ضروريات الدين. الآن لا يصح لأحد أن يقول إن ما يتميز به المعتزلة مثلا أو أهل السنة أو الشيعة أو غيرهم من الفرق الإسلامية أنهم يقولون بأن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة وناسخة للشرائع، لأن هذا قول من ضروريات الدين. لا يكون الإنسان مسلما داخلا في الدين إلا إذا قال بهذا القول. الآن الخلافات
في الرؤى والطرائق والمدارس، يعني التي يمكن أن نسميها مدارس أو مذاهب أو رؤى وطرائق معينة مثل أهل السنة المعتزلة الشيعة ونحو ذلك، يجب أن تكون فيما دون ذلك. لا يصح أن تكون الخلافات فيما هو من هذا المستوى الذي يقال عليه أنه من المعلوم من الدين بالضرورة. من المعلوم من الدين بالضرورة يجب أن تكون كل فرقة إسلامية قد التزمت به، كل من انتمى للإسلام قد التزم هي به. هي سيدي هذه القضايا المعلوم من الدين بالضرورة هذه لا تحتمل خلاف أصلا. بالضبط بالضبط. لأن العلماء اعتبروا أن من يخالف في هذه المسألة هذا يحكم بكفره، ومن لمعلوم ضرورة جحد من دين أن يقتل كفرا ليس حد. ليس حد بالضبط. فهذه محط اتفاق بين الجميع. إذا لا يجوز لنا أن نتأمل أو نتوقع أن عندما نعد مثلا المسائل التي يتميز بها المعتزلي عن أهل السنة أو عن السنة عن الشيعي أن نقول مثلا إن واحدا منهما يؤمن بالله والآخر لا يؤمن بالله. الذي لا يؤمن بالله أصلا ليس من المسلمين. فإذا أول شيء الإسلام يجب على كل مسلم أن يكون مطبقا لهذه المعلوم من الدين بالضرورة. إذا المختلف فيه أو الذي يتميز به طريقة أهل السنة عن طريقة المعتزلة عن غيرهم من الطرائق حتى لو كان واحد لا يتسمى باسم، ليس له هناك اسم علم على مذهبه وطريقته، لكنه عنده طريقة أو حكم ما من الأحكام مخالف. مثلا لنفرض أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، ظهر من المعاصرين أو من عهد الصحابة من يقول إن هناك من تنبأ من نبئ يعني بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأجمع المسلمون قاطبة على أن هذا الذي يقول هذا الكلام هو ليس منتميا لفرق الإسلام، هو خرج عن ربقة الإسلام. نعم. لأنه خالف معلوما من الدين أنه من الدين بالضرورة. إذا ما يتميز به أهل السنة والجماعة هو فيما دون ذلك. نعم. كيف يمكن أن نوضح هذا الأمر عن طريق ذكر بعض الأمثلة؟ مثلا مما تميز به من باب القواعد، من باب القواعد هناك أمران يمكن أن نقول تلخيصا إن أهل السنة تميزوا بهما. الأمر الأول هو من باب المنهجية والقواعد الكلية، والأمر الثاني من باب الأحكام. نعم. سواء هذا يصح هذا في باب العقائد في الفقه وفي الأصول وفي التصوف، في كل علوم الإسلام الأساسية هذه العقيدة الفقه والآلة بين الفقه واستنباط الفروع الفقهية التي هي أصول الفقه، ثم التصوف التي هي طريقة السلوك لله سبحانه وتعالى. كل هذه العلوم هناك مستويان، المستوى الأول هو قواعد كلية، والمستوى الثاني هي أحكام تميز بها أهل يعني أفهام. نعم. ورؤى ونهايات التدقيق والدرس والبحث توصل إليها أهل السنة والجماعة، فقالوا إن هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، إما قطعا أو ظنا. وهذا يتجلى في هذين المستويين. يعني لو أردنا أن نضرب مثالا على ما هو من باب الطريقة، مثلا اتفق كل أهل السنة والجماعة على أنه مهما استطعنا فهم نص من النصوص القرآنية من دون حاجة إلى التأويل فعدم التأويل أولى. نعم. هذه قاعدة، هذه من باب المنهجية العامة، ليست فقط في باب الصفات، بل في باب الصفات وفي أصول الفقه وفي الفقه عدم التأويل. يعني الأصل في النص الأصل عدم التأويل، الأصل أن يفهم على ظاهره. تمام. هذه عبارة عن قاعدة تميز بها أهل السنة والجماعة، ثم حاولوا أن يضبطوا هذه القاعدة بتفاصيل معينة، في هذه التفاصيل قد حصل بينهم وبين غيرهم من الفرق الأخرى خلافات. مثلا أن مثلا احتاج أهل السنة والجماعة للتأويل مثلا في بعض المسائل، غيرهم قد يقول أنا لا أحتاج للتأويل في هذه المسائل، لكن لا شك أن الذي يؤول من دون مبرر ومن دون مسوغ هذا خرج عن هذه القاعدة. مثلا قالوا قاعدة عامة أيضا في باب السمعيات، أن الأصل في كل ما هو من باب السمعيات عدم التأويل. الأصل في باب السمعيات عدم التأويل، لأنه ليس هناك ما يناقض العقول. فالأصل مثلا عدم صرف الميزان عن ظاهره، الميزان نعم مع عدم حصره بصورة معينة من الصور. نعم. ما دام الشرع لم يحصره في صورة معينة، كذلك لكن الصراط مثلا. كذلك الصراط الأصل لا يوجد هناك داع ولا موجب عقلي ولا شرعي لصرف ظاهر الصراط عن المقصود به أصالة، بغض النظر عن صورة هذا الصراط، تفصيل هذا الصراط. أن هناك مثلا هذا يقودنا مولانا. نعم. إلى قضية مثلا نجد أن الإمام الماتريدي وهو إمام مدرسة كبيرة من مدارس أهل السنة والجماعة، نعم، في بعض القضايا
سمعية يعني لا يتفق مثلا مع قضية إبقاها على ظاهرة مثل قضية الميزان. نعم. فهو لا يقول بالميزان الحسي، قضية الصراط وبعض القضايا الأخرى. صحيح. يعني لكن كيف هذا يمكن لا نفهم كلام الماتريدي وهو إمام عظيم؟ نعم. في ضوء ما تفضلتم به. نعم، هذا 100% صحيح، وهذا لا يجوز لنا أن نستنبط منه إنه أن الإمام الماتريدي رحمه الله مثلا خالف أصل هذه القاعدة. لا، هو جرى على هذه القاعدة، لكن ظهر له من المرجحات القوية في هذه المسألة على سبيل الخصوص. نعم. أن المتبادر منها ليس هو الميزان الحسي، بل المتبادر منها هو الميزان المعنوي وهو العدل مثلا، فجرى على الظاهر، فكان هذا الظاهر هو، فكان هذا المعنى هو الظاهر له. ولكن لو سألناه ألا تقول بهذه القاعدة، بقول طبعا أقول بهذه القاعدة، بل قولي هذا في الميزان هو تطبيق لهذه القاعدة. فالخلاف يكون في مصداق هذه القاعدة وليس في حقيقة ومفهوم هذه القاعدة أو بارك حقية الله. هذه القاعدة بارك الله. وهكذا في مسائل كثيرة. اسمح لي مولانا في يعني أن نخوض في محور آخر. نعم. حقيقة لو نظرنا إلى الإمام البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، لما تحدث عن أهل السنة والجماعة قال أهل السنة والجماعة هم أناس عندهم دراية في أبواب التوحيد، أهل السنة والجماعة هم الفقهاء، أهل السنة والجماعة هم من كان لهم دراية في الأخبار والروايات، أهل السنة والجماعة هم أهل الأدب، هم الجنود على الثغور. نعم. بمعنى أنه نظر إلى أهل السنة والجماعة نظرة شاملة. كيف يمكن لفضيلتكم أن تستنبطوا من كلام البغدادي أمورا يعني نستفيد منها حقا في هذا المضمار؟ لكن اسمحوا لي أن يكون هذا بعد الفاصل بإذن الله. نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا بفضيلة المفكر الإسلامي الدكتور سعيد فودي حفظه الله. سيدي، إحنا وقفنا عند كلام البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق، حيث تحدث البغدادي بأن أهل السنة والجماعة يدخل فيها أهل التوحيد، ويدخل فيها أهل الفقه، ويدخل فيها أهل الحديث، ويدخل فيها أهل اللغة، حتى قال رحمه الله الجنود على الثغور يعتبرون من أهل السنة والجماعة، وأهل طبعاً اللغة وغيرها أمور كثيرة جدا طبعاً. كيف يمكن أن نفهم عبارة البغدادي حقيقة في هذا المقام؟ هو في الحقيقة الإمام البغدادي رحمه الله تعالى هو الذي يصور لنا حقيقة مفهوم أهل السنة والجماعة الذي غاب عنا في هذه العصور، فقصرنا هذا المفهوم على ما فيه خلاف مثلا في بعض مسائل العقيدة، مثلا أحيانا مع الوهابية وأحيانا مع المعتزلة وأحيانا في خلافنا مع الشيعة أو أحيانا في خلافنا مع غير المسلمين. نعم. فظننا أن ما يتميز به أهل السنة والجماعة هو فقط باب الاعتقاد، وربما يتصور بعض الناس أن ما يتميز به أهل السنة والجماعة هم فقط من باب الكلام في اليد والرجل والعين ونحو ذلك من هذه المسائل التي نعم. طغت على كبريات مسائل العقيدة، وهي لم تكن تأخذ حيزا أقل يعني أكثر من سطر من 1000 سطر. نعم. في كتب علماء أهل التوحيد. الإمام البغدادي يعيد لنا تصوير هذا المفهوم على أحسن وأجلى ما يكون من جلاء، من وضوح، من نصاعة. أهل السنة والجماعة في الحقيقة أهل الإسلام الذين التزموا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. نعم. علما وعملا. هذا المفهوم المجمل ما أنا عليه وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز فقط بالاعتقاد، ولم يكن يتميز بكيفية فهمه للآيات المستشكلة مثلا أو المتشابهات من القرآن الكريم، بل تميز أيضا بفهمه ودقة فهمه وتحقيقه للمسائل الفقهية، يعني المقصود وأيضا وعمله بالمسائل الفقهية ودعوته وتعاونه مع الآخرين أيضا. فإذا أهل السنة والجماعة هي عبارة عن لقب ومصطلح، عذرني إن قاطعتك، يراد به بيان أن ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام الذين هم في الحقيقة متبعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن رضي عنهم من الصحابة ومن مات وهو راض عنهم من الصحابة في كل محاور الحياة، في كل أقسام هذه الحياة، سواء كان هذا المحور نظرا عقليا مجردا أو كان
تأملا في استنباط أحكام شرعية عملية، أو كان عملا في الحياة الدنيا الصنائع. بارك الله. يعني لاحظ أهل السنة والجماعة، الإمام البغدادي يقول إن الصناع نعم والذين والأدباء والمؤرخو والمؤرخين، إن المقاتلين، إن الزراع والصناع، كل أصناف، كل مراتب، كل تحققات أفراد المجتمع المسلم الذين يأتمرون ويلتزمون وينقادون للشريعة الإسلامية انقيادا حقيقيا من دون انحراف ولا تأويل ولا اتباع للهوى والشهوات، هم من أهل السنة والجماعة، وليس فقط هم الذين يتكلمون في علم التوحيد. يعني نعم. لا نريد أن يعني نرد على الإمام البغدادي أو ننتقل للإمام البغدادي، مقامه عظيم. نعم. لكن لو نظرنا في كلام البغدادي حقيقة بعد أن قال بهذه النظرة الشمولية لأهل السنة والجماعة، بعد ذلك قام بذكر قواعد وضوابط لأهل السنة والجماعة، أصول نعم. عامة. نعم. يعني ألا يعتبر هذا فيه شيء من بدناش نقول من التناقض، يعني شيء من عدم الدقة؟ بداية النظرة شمولية لأهل السنة والجماعة، نعم. وبعد ذلك يذكر قواعد وضوابط في العقائد. نعم نعم، لأنه كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام؟ لأن المقام الذي كان يتكلم فيه الإمام البغدادي هو مقام الخلاف ومقام تأصيل أصول الدين، لم يكن يتكلم في النشأة الحضارية لأهل السنة والجماعة، نعم. لم يكن يتكلم في تاريخ أهل السنة والجماعة أو تاريخ أهل الإسلام، لم يكن يتكلم في ما هي منجزات علماء أهل السنة والجماعة في الفلك والرياضيات، نعم. وغير ذلك، لم يكن يتكلم في ذلك. هو أشار إلى ضابط كلي، هو الضابط اللي حضرتك ذكرته قبل قليل، وهو ضابط أنا مصر تماما على أنه هذا هو التصور الصحيح لأهل السنة والجماعة، تصور شامل عام. لكن هو في مقام الكتاب الذي يؤلفه، اللي حضرتك اقتطعت هذا النص من سياقه، هو كان في صدد بيان العقائد الصحيحة التي يتميز بها للسنة والجماعة، فلذلك حرص على إيش؟ على أن يبين أهم الضوابط والأحكام الكلية التي يتميز بها أهل السنة، أهل الحق عن غيرهم في باب الاعتقاد. ولو سألته ما هي الضوابط التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم في باب أصول الدين، لقال لك هذا محله في موطن آخر، وكذلك في الفقه وكذلك في التاريخ. فهو إذن في الحقيقة ليس متناقضا أبدا، لكن هو تعميم ثم تخصيص، تعميم ثم تخصيص. الصورة الكلية لأهل السنة والجماعة هي كل إنسان، كل مدرسة، كل توجه التزم الأحكام الشرعية كما أرادها الله سبحانه وتعالى بحسب وسعه، من دون انحراف مع الهوى، من دون انحراف عن مقتضيات الأدلة الظاهرة، سواء كانت قطعية أو ظنية. الظهور هو حجة في حد ذاته، الظهور هو حجة سواء كان قطعيا أم ظنيا. اسمح لي، يعني نجد بعض العلماء لهم عبارة في مصطلح أهل السنة والجماعة، مثلا الإمام الزبيدي رحمه الله في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين يقول: إذا أطلقت أهل السنة والجماعة فالمقصود الأشاعرة والماتوريدية فحسب. نعم. العلامة الخيالي رحمه الله في بعض حواشيه على شرح العقائد أيضا يقول بما قال به الإمام الزبيدي، قال: إذا أطلق أهل الحق وأهل السنة فالمقصود الأشاعرة والماتوريدية. نعم. يعني نريد من فضيلتكم ما تعليقكم على هذه العبارات؟ هو في الحقيقة عندما يتكلم العلماء عن الأشاعرة والماتوريدية يخصصون كلامهم في مفصل من أهم المفاصل، محور من أهم المحاور والأصول التي يدور عليها الإسلام وفهم الإسلام. لا شك ولا ريب أن أهم علم من علوم الإسلام هو علم أصول الدين، هو علم التوحيد. علم التوحيد يؤخذ منه مبادئ كل علم يليه، يؤخذ منه مبادئ علم الفقه وعلم الأصول وإلى آخره، يبنى عليه الرؤية الكلية في الحياة، كيف يكون تعاملنا مع الآخر، الآخر الذي هما من أهل الأديان السماوية سواء كانت محرفة أم غير محرفة، الآخر الذي هو ليس من أهل الأديان السماوية أصلا، كل هذا يبنى بطريقة أو بأخرى على أصول الدين. فالعلماء عندما يتكلمون على الأشاعرة والماتوريدية يتكلمون في ظل تاريخ معين، أنه قبل ولادة الأشعري ما كان في هناك أهل السنة والجماعة؟ نعم كان هناك أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة كانوا مثلا يقال عليهم أهل الحديث مثلا، في مقابل أهل الرأي مثلا
أو الذين التزموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو التزموا القواعد الصحيحة الدقيقة من الفقهاء مثلا فقهاء المدينة السبعة كلهم من أهل السنة والجماعة. الفقهاء الأربعة لم يكن كلهم من أهل الحديث، بعضهم كان من أهل الحديث يعني المتخصصين في علم الحديث يعني، بل تميزوا بالفقه أكثر مما تميزوا في الحديث، خصوصا الإمام أبو حنيفة مثلا وغيره من العلماء. أتباعهم من الفقهاء لم يكونوا من أهل الحديث بهذا المعنى الخاص. إذن إطلاق مثل الإمام الزبيدي والخيالي وغيرهم أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتوريدية، يعني هذا في باب علم التوحيد، يعني من وافق الأشاعرة والماتوريدية وإن لم يسمى وإن لم ينتسب إلى الأشاعرة والماتوريدية، وإن لم يقل عن نفسه أنا أشعري ولم يقل عن نفسه أنا ماتوريدي، بل حتى لو قال أنا لست أشعريا ولست ماتوريديا، لكنه يلتزم أو هو موافق للضوابط الكلية، القواعد والأحكام الكلية المقطوع بها أو التي ظهر حقيتها ظهورا واضحا وجرى عليه الأشاعرة، فهو من أهل السنة والجماعة، سواء كان منتسبا إلى أهل السنة إلى الأشاعرة والماتوريدية أو حتى كان قبلهم. يعني لذلك الإمام الأشعري وغيره من العلماء كانوا يقولون عن ابن عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو قبل الإمام الأشعري، كانوا يقولون وهو من قدماء أصحابنا، من أصحابنا المتقدمين، أصحابنا يعني الأشاعرة. كيف يكون أشعريا وهو قبل الأشعري؟ لأنه وافق الأشاعرة في الأصول، وافق الأشاعرة في الأصول فعد أشعريا. وبعض الناس يقولون طيب الإمام ابن الجوزي ليس من أهل السنة والجماعة لأنه لم ينتسب إلى الأشاعرة، بل كان يعني ينتقد الأشاعرة والماتوريدية. لا، هو من أهل السنة والجماعة حتى وإن ذم الأشاعرة والماتوريدية، لأنه لم يذمهم من حيث الأصول. الإمام الماتوريدي يرجع في سنده إلى أبي حنيفة النعمان مثلا، والإمام أبو حنيفة قبل الأشعري وقبل الإمام الماتوريدي. فإذا هم العلماء قاعدوا كلامهم بناء على رؤية كلية المعتبر فيها هي القواعد التي كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحكام القطعية والظاهرة التي هي حجة، التي كانت في أيام الصحابة والتابعين، بل هي في كل عصر وزمان. الإسلام ظاهر ظهورا، بارك الله جليا في كل الملتزم بهذه الأصول والأحكام والضوابط هو من أهل السنة والجماعة. بارك الله في كلام حقا درر جميلة في هذا المقام، لكن الوقت انتهى، وقت الحلقة. بارك الله بكم وجزاكم الله كل خير. كان معكم محدثكم الدكتور محمد نوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.